السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصنا أولى وتانية عشان نكمل مراجعة الجرامير إن شاء الله. النهاردة معدي مع الجزء الخامس، درس أو سؤال لانتروجاسيون الاستفهام. الاستفهام في اللغة الفرنسية نوعين يا شباب. أول نوع استفهام بكلمة استفهام، وعندنا 10 كلمات في اللغة الفرنسية هي كلمات الاستفهام. الكلمة الأولى اسمها كي، وكي دي خاصة بالعاقل فقط، معناها بالعربي من، بسأل بيها على البني آدم بس. طيب يعني مثلا لما يجي يقول لك نقط جو أو فوتبول بيلعب كرة قدم، يبقى لازم هنا أحط في النقط إيه؟ لازم أحط أداة الاستفهام أو كلمة استفهام اللي اسمها كي. طول ما أنا مش لاقي فاعل موجود بعد النقط، يعني أنا بدور على فاعل، يبقى أروح أختار كلمة كي اللي معناها من يلعب كرة قدم. طيب ممكن كمان لما اجي اسال على العاقل واقول مين ده، كلمه سي معناها انه، سي معناها انه، كانت عباره عن كلمتين، فيرب اتر كلمه ايه وكلمه سو اللي معناها هذا. يبقى لما اجي اسال على بني ادم اقول من يكون هذا، يبقى كي يس، من يكون هذا. طيب او اقول كي سي، كي سي انه من، انه من، او سي كي، قلب الكلمتين برضو بمعنى إنه من. طيب ممكن كمان أحط حرف جر قبل كلمة كي، حرف جر أ، يبقى أقول أكي إلى من لليفغ إيه، الكتاب يكون. لما أسأل عن ملكية الحاجة مثلا كتاب، وعايز أقول الكتاب ده بتاع مين، يبقى أقول إلى من أكي. ممكن كمان أحط قبل كي حرف جر اسمه أفك بمعنى مع، أفكي مع من الجو هو بيلعب. هي دي استخدامات كلمة الاستفهام كي. طيب تاني كلمة عندنا في كلمات الاستفهام، حاجة اسمها كو معناها ماذا، تالت حاجة اسمها كاسك برضو معناها ماذا، والرابعة اسمها كوا برضو معناها ماذا. ايه الفرق ما بين التلاتة ماذا؟ مبدئيا التلاتة ماذا بيسألوا على حاجة غير عاقل مش بني آدم. يعني مثلا لما اجي اقول كو في تو، ماذا انت تفعل، كو في تو، كو هنا معناها ماذا، في ده فرب فار بمعنى تفعل، تو هو الفاعل بمعنى أنت أو أنت. طيب يبقى أنا لو لقيت نقط وراها فعل وبعدين وراها الفاعل وفي الآخر عندي استفهام، عايز أقول ماذا أنت تفعل، أروح أختار كلمة كو. طيب ممكن كمان أدور على كو ملقيهاش وألاقي بعض النقط تو في أنت تفعل، هروح في الاختيارات اختار كلمة كاسك اللي بتساوي كو بمعنى ماذا برضو. ممكن كمان الاقي النقط مش في بداية الجملة، الاقيها في اخر الجملة، تو في كوا، انت بتعمل ماذا، يبقى ساعتها اروح اختار كوا التالتة. يبقى بختار كو وكاسك وكوا على حسب وضع الجملة في الامتحان. كو مرنة ولذيذة، ممكن احطها قبل فعل وممكن احطها قبل فاعل، لكن كاسك ما بتتحطش غير قبل الفاعل بس، لازم الاقي ورا النقط فاعل عشان اروح اختار كاسك. لكن كوا ما بتتحطش في بداية الكلام، بتتحط في اخر الجملة او في وسط الجملة، يبقى اقول تو في كوا، انت بتعمل ماذا. طيب كلمة كو من ضمن 11 كلمة في اللغة الفرنسية، لما بيجي وراها كلمة تبدأ بحرف متحرك لازم اشيل حرف الاو ده واحط بداله ابوستروف، وإن شاء الله قدام شوية هنقول إيه هم 11 كلمة. يبقى كو من ضمن 11 اللي لما بيجي وراها متحرك لازم أشيل الأو وأحط أبوستروف. ده يرجعنا تاني لكلمة كي اللي شرحناها من شوية، عمرك ما تشيل الإي من حرف من كلمة كي وتحط أبوستروف أبدا مهما جه وراها، عشان ما وصلش لنفس الشكل بتاع كلمة كو. يبقى كي اللي معناها من لازم تفضل كاملة طول العمر مهما جه وراها، جه وراها ساكن، جه وراها متحرك، شكلها ما اتغيرش ابدا. لكن كو اللي معناها ماذا، لو جه وراها متحرك بشيل منها الاو واحط ابوستروف، زي الاكزامبل اللي قدامنا ده، كام تشو اوليسي، عايز يقول لي ماذا انت تحب اوليسي في المدرسه. هنا فيرب ايمي كان بيبدا متحرك، فاروح اختار ماذا اللي اسمها كو اللي كان اصلها كو بس عشان وراها متحرك شال الاو وحط ابوستروف. طيب افرض بقى ما جابليش الفعل قبل الفاعل، حطيت لي الفاعل الاول تشي ام انت تحب،
يبقى هنا ممكن اختار كاسك، وكمان ممكن اختار كو، لان قلنا كو مرنة ولذيذة، ممكن احطها قبل الفاعل وممكن احطها قبل الفعل. لكن كاسك اوعى تختارها الا لو بعض النقط فاعل، زي الجملة دي tu aimes au lycée، انت تحب في المدرسة، يبقى كاسك tu aimes. طيب لكن لو قال لي tu aimes نقط زي ما اتفقنا، ساعتها بقى لا هينفع كو ولا هينفع كاسك، اختار اختهم التالتة اللي اسمها كوا. طيب عندنا حاجة تانية اسمها en quoi، يبقى كوا هي الوحيدة في التلاتة ماذا اللي ممكن يتحط قبلها حرف جر. en ده حرف جر بمعنى من ماذا، en quoi. ودي بسأل عليها لما أكون بتكلم على المادة الخام بتاعة اللبس، زي كلمة سوا لان كوير مثلا، يعني en quoi من ماذا ايه la robe يكون الفستان، او اقول la robe est en quoi الفستان يكون من ماذا. يبقى en quoi مش شرط تكون في بداية الكلام، ممكن تكون في نهاية الكلام او في نهاية الجملة، وساعتها اروح اجاوب اقول la robe est en soie الفستان يكون من الحرير، او en coton مثلا من القطن. ندخل بعد كده على كلمة استفهام جديدة، حاجة اسمها quand واختها اسمها quand est-ce، الاتنين بنفس المعنى بمعنى متى، وبسأل بيها للزمان او للتوقيت. طيب لما اجي اقول مثلا متى انتم تذهبون الى النادي، quand vous allez au club، ممكن اقول quand allez-vous au club. يبقى quand مرنة ولذيذة برضو، ممكن يتحط وراها فاعل وممكن يجي وراها الفعل، وممكن كمان تتحط في اخر الجملة vous allez au club quand، أنتم تذهبون إلى النادي متى. لكن quand est-ce أختها اللي برضو كلها على بعضيها كده معناها متى، لازم أحط وراها فاعل بس. quand est-ce vous allez au club، متى أنتم تذهبون إلى النادي. يبقى أنا لو عندي في الاختيارات كلمة quand حاف كده وجنبيها كلمة quand est-ce، أبص ورا النقط لو لقيت فعل موجود، الفعل هو اللي موجود الأول زي الجملة التالتة دي، ما ينفعش اختار كون اسك، ساعتها لازم اختار كلمة كون من غير اسك. لكن لو لقيت فاعل ورا النقط ممكن اختار كون، وممكن اختار كون اسك، وفي الحالة دي طبعا مش هيحط الاتنين في الاختيارات، هيحط واحدة بس. يبقى كون اسك لازم وراها فاعل، لكن لو لقيت فعل هو اللي موجود ورا النقط اوعى تختار كون اسك، لازم تختار كون بس. الكلمة اللي بعد كده او اللي معناها أين، وبرضو عاملة زي قام بالظبط، مرنة ولذيذة، ممكن يجي وراها فاعل وممكن يجي وراها سوري، ممكن يتحط وراها الفاعل وممكن وراها الفعل، وممكن تتحط في آخر الجملة. يبقى أو تي فا أين أنت تذهب، أو أو فا تي برضو أين أنت تذهب، وممكن أقول تي فا أو أين أنت تذهب. ليها أخت اسمها دو، ودو معناها من أين، عبارة عن كلمتين، كلمة اسمها دو اللي معناها من، حرف جر دو اتشال منه الأو وتحط أبوستروف عشان جاي وراه كلمة أو بتبدأ بحرف متحرك. يبقى دو على بعضيها معناها من أين، اوعى تختار دو إلا لما تلاقي ورا النقط فيرب فينير بمعنى يأتي. دو فيان تو، من أين أنت تأتي. فأرد أقول له je viens du club مثلا، أنا جاي من النادي، أنا آتي من النادي. طيب أختهم التالتة اسمها par où، par où معناها عبر أين، أوعى تختار par où إلا لما تلاقي بعض النقط verb passer بمعنى يمر، زي السؤال هنا par où passes-tu، عبر أين أنت تمر pour aller au club لكي تذهب إلى النادي. فأرد أقول له je passe أنا بمر par la poste عبر مكتب البريد. يبقى لو لقيت verb venir اختار do، لو لقيت verb passer اختار par où، ما لقيتش ولا venir ولا passer اختار où بس. وو زي ما قلنا تتحط وراها فاعل، وراها فعل، وممكن او تتحط في اخر الكلام. طيب نخش على حاجة جديدة، combien، وكمبيان معناها كم.
وكم دي بقى بسأل بيها يا إما على العدد أو المسافة أو السعر، لأن معناها كم. طيب لما أقول كومبيان دو كو تويا أجوردوي، كم من الحصص أنت عندك النهاردة، هنا بسأل على الكمية بتاعة الحصص. يبقى لما بسأل على كمية لازم كومبيان يجي وراه حرف جر دو بمعنى من. طيب يبقى كومبيان دو دي اللي بسأل بيها عن الكمية، بقول كم من، لازم هلاقي وراها اسم جمع ومكتوب حاف بدون محددات. يعني ايه مكتوب حاف؟ يعني مفيش ولا أداة نكرة ولا أداة تجزئة ولا أداة أداة نكرة، أداة تجزئة، صفة إشارة، صفة ملكية، الكلام ده كله مش موجود. كومبيان يجي وراها الاسم جمع مكتوب حاف. طيب مثال كمان لما أجي أسأل على كمية، كومبيان دو، كم من إليف، تلاميذ إليا يوجد دون تا كلاس، في فصلك. هنا كومبيان دو برضو بسأل بيها على الكمية، بس عشان جاي وراها كلمة إليف بتبدأ بحرف متحرك اللي معناها التلاميذ، اضطر يشيل الأو بتاع الدو اللي معناها من ويحط أبوستروف. ممكن كمان كومبيا أسأل بيها عن السعر، بس ساعتها مش هيجي وراها حرف جر دو، هيجي وراها فعل اسمه كوتي بمعنى يكلف. كم يكلف سات شميز هذا القميص؟ يبقى كده بسأل على سعره. طيب هل دي الطريقة الوحيدة اللي بسأل بيها على السعر؟ فيرب كوتي؟ لا، ممكن كمان أقول مثلا دو بوتاي دو لي، إزازتين لبن، بوتاي معناها زجاجة من اللبن، سافي كومبيا، ده يعمل كام؟ سا معناها ذلك، في معناها يعمل، كومبيان كام، يبقى كده سألت عن السعر. طيب نخش على كلمة كمان من كلمات الاستفهام، كلمة اسمها بوركوا معناها لماذا أو بوركوا اسكو، نقصة كو هنا، بوركوا اسكو. بوركوا معناها لماذا، وبوركوا اسكو برضو معناها لماذا. طيب لما اقول مثلا بوركوا اسكو فوز الي او ستاد، لماذا انتم تذهبون الى النادي؟ زي ما احنا ملاحظين بوركوا اسكو هنا لازم وراها فاعل، طول ما في كلمة اسكو دي لازم يبقى وراها فاعل، ما ينفعش وراها فعل. لكن هنا بص، بوركوا الي فو او ستاد، لماذا انتم تذهبون الى النادي، هنا قدم الفعل على الفاعل وحط بينهم شرطة، فهنا حطيت بوركوا حاف من غير اسك. يبقى اوعى تختار بوركوا اسك الا لو رأيت ورا النقط الفاعل هو الاول، لكن لو لقيت الفعل هو اللي موجود الاول ممكن تختار بوركوا، ما ينفعش تختار بوركوا اسك. ندخل على كلمة استفهام جديدة اسمها كومون، وكومون بسأل بيها على حاجات كتير جدا، ممكن أسأل بيها على الوصف، الشكل، الكيفية، الحالة، الصحة يعني، الاسم. يعني مثلا لما أقول كومون اي سو بول، كيف يكون هذا البلوفر، كده بسأل على الوصف بتاعه، فترد عليا تقول لي سو بول، هذا البلوفر اتري جولي، جميل جدا. ممكن كمان أقول كومون تي توف لو بانتالون، كيف أنت تجد البنطلون، كده بسألك عن رأيك، ما هو رأيك في البنطلون، فتقول لي جو توف لو بانتالون سيغي، أنا أجد هذا البنطلون ضيق أو رأيي فيه إنه ضيق. ممكن كمان أسأل عن الكيفية، كومون تو فا أو كلوب، كيف أنت تذهب إلى النادي، فترد عليا تقول لي جو في أو كلوب، أذهب إلى النادي بار لو بوس، بالأتوبيس أو بواسطة الأتوبيس. لما أسأل عن الحالة أو الصحة أقول كومون فا تو، كيف حالك، أو كومون سا فا، كيف الحال، فترد عليا تقول لي جو في بيان ميرسي، أنا كويس شكرا، أو سا فا بيان ميرسي، أنا كويس أو الحال كويس شكرا. ممكن أسأل عن الاسم، يبقى في الحالة دي لازم يكون وراها فيرب سابلي معنى يسمى، كومون تو تابل، كيف أنت تسمى، فترد عليا تقول لي جو مابل، أنا أسمى محمد. طيب آخر كلمة في كلمات الاستفهام اسمها كال، ودي معناها ما أو أي، وكال هي الكلمة الوحيدة في كلمات الاستفهام اللي ليها مفرد مذكر وليها مفرد مؤنث أضاعف ال وأحط التأنيث، وليها جمع مذكر اخد مفرد مذكر احط له اس، وليها جمع مؤنث اخد مفرد مؤنث احط له اس. بختار كل واحده من الاربعه على حسب الكلمه اللي بعد النقط، لو هي مفرد مذكر زي مثلا كلمه جور بمعنى يوم،
أقول أي يوم أنت تفضل، هنا كال بمعنى أي، يبقى كال جور تو بريفير أو بريفير تو أنت تفضل. طيب هنا بقول كالي تون سبور بريفيري، ما يكون رياضتك المفضلة. احنا قلنا كال معناها ما أو أي، هنا كان بمعنى أي جه وراها الاسم على طول، لكن لما يجي وراها فيرب أتر معناها ما، ما يكون تون سبور بريفيري رياضتك المفضلة. طبعا سبور مذكر فاخترت كال بتاعت المذكر، زي ما كان هنا جور اليوم مذكر فاخترت قبلها كال بتاعت مذكر. لكن لو لقيت نقط ورا النقط مثلا كلمة كولور بمعنى اللون، وانا عارف انها كلمة مؤنثة عايز يقول اي لون انت تحب، يبقى اختار اي الكلاية المؤنثة. برضو هنا كالي لا ماتيير دو تون بانتالون، ما تكون المادة بتاعت بنطلونك، هنا كال بمعنى ما، اخترت الكلاية المؤنثة عشان بسأل على لا ماتيير المادة اللي هي مؤنثة. لما الاقي بعض النقط كلمة جمع مذكر، هنا سبور فيها اس اهو، واقول اي رياضات انت تحب، سبور هنا بمعنى رياضات فاخترت كال بتاعت جمع المذكر. كال سون تي كولور بريفيري، ما تكون الوانك المفضلة، هنا كولور جمع اهو، وانا عارف ان كولور مؤنثة وكمان فيها اس يبقى جمع مؤنث، فاخترت في بداية الكلام الكلاية بتاعت جمع المؤنث عشان اقول ما تكون ألوانك المفضلة. ندخل بقى على النوع التاني من الاستفهام، الاستفهام بهل. لما أسأل سؤال بهل بسأل بثلاث طرق، يا إما أقول أسك، وأسك دي على بعضيها كده معناها هل. طيب لما أقول مثلا أسك تو يا سيزون، هل أنت عندك 16 سنة؟ أسك يا شباب زيها زي كاسك اللي شفناها من شوية اللي كان معناها ماذا، الاتنين لازم وراهم فاعل أهو، بمعنى أنت ده الفعل. Est-ce que tu as 16 ans؟ هل أنت عندك 16 سنة؟ طيب ممكن ما استخدمش كلمة Est-ce اللي معناها هل، أقدم الفاعل الفعل على الفاعل من غير Est-ce وأقول As-tu 16 ans، هنا برضو بمعنى هل، هل أنت عندك 16 سنة، بس ما استخدمتش Est-ce، حطيت الفعل قبل الفاعل وبينهم شرط. دي الطريقة التانية للسؤال بمعنى هل. الطريقة التالتة وهو سؤال اللهجة أو العامية، ما استخدمش أسك وأسيب الفاعل برضو عادي في بداية الكلام وأقول تيا سيزون، أنت عندك 16 سنة. يبقى أدي التلات طرق بمعنى هل. طيب هل في الامتحان هيجيب لي أختار كلمة أسك؟ ما أعتقدش، بس هو لو جاب في الامتحان سؤال بمعنى هل هيخليك تختار الإجابة، الإجابة دي يعني هيخليك تختار كلمة وي بمعنى نعم، أو كلمة نو بمعنى لأ، أو كلمة سي بمعنى بلا. وهقول لك دلوقتي إمتى اختار وي، إمتى اختار نو، وإمتى اختار سي. هيجي في الامتحان يقول لك اسك تي ام للشوكولا، هل أنت تحب الشوكولاتة؟ هو هتلاقيه حاطط سؤال كامل كده وجنبه نقط، وبعد النقط مجاوب على السؤال بيقول جام للشوكولا، أنا بحب الشوكولاتة. طيب السؤال كان بيقول هل أنت تحب الشوكولاتة؟ وهو رد قال له أنا بحب الشوكولاتة. طب الرد ده كده بالنسبة للسؤال سلبي ولا إيجابي؟ طبعا إيجابي، يبقى لازم أرد بنعم كلمة وي. لكن لو سألني نفس السؤال أسك تو أم الشوكولا، وهو مكمل جنبها نقط وبعد النقط قال جو دي تيست للشوكولا، أنا بكره الشوكولاتة، الرد ده كده عكس السؤال، عكس السؤال، يبقى ده رد سلبي، يبقى ساعتها جاوب بكلمة نو بمعنى لأ. طيب لكن لو جاب لي السؤال بالشكل ده قال لي اسك تو نيم با للشوكولا، هل أنت لا تحب الشوكولاتة؟ السؤال هنا منفي يا شباب، السؤال هنا فيه نو وبا، نو قبل الفعل وبا بعد الفعل، هل أنت لا تحب الشوكولاتة؟ وهو مكمل الإجابة جنبها قال له جام لو شوكولا، أنا بحب الشوكولاتة. طيب يبقى الرد ده كده بالنسبة للسؤال سلبي ولا إيجابي؟ عشان أعرف الرد هنا سلبي ولا إيجابي أخبي النو والبا اللي موجودين في السؤال، يعني ترجم السؤال على إنه مثبت مش منفي، أشيل النو والبا أو أخبيهم بإيديا كده في الامتحان عشان أشوف الرد اللي هو مدهوني ده بالنسبة للسؤال سلبي ولا إيجابي. أنا لو خبيت النو والبا دول اللي في السؤال وجيت أترجم السؤال هيبقى معناه إيه؟ هيبقى معناه هل أنت تحب الشوكولاتة؟ وهو كاتب لي جنبها أنا أحب الشوكولاتة، يعني كده الرد يعتبر إيجابي،
يبقى هنا أرد بكلمة سي اللي معناها بلى. لكن هنا لما نرجع هنا تاني، لما كان السؤال مثبت مش منفي وكان الرد إيجابي، جاوبت بكلمة وي اللي معناها نعم. لكن لما يكون السؤال منفي في نو با، بدل وي أحط سي. طيب فرضا هو جايب لي السؤال منفي في الامتحان في نو با، والإجابة اللي جنبه بيقول لي جو ديتست للشوكولا، أنا بكره الشوكولاتة، يبقى كده يعتبر الرد سلبي عكس السؤال، يبقى هجاوب بكلمة نو. يبقى الفرق ما بين السؤال المثبت والسؤال اللي منفي عند الرد الإيجابي فقط، بدل وي أحط سي، لكن طول ما الرد سلبي يعني عكس السؤال يبقى أرد بكلمة نو في الحالتين، سواء كان السؤال مثبت أو منفي. طيب عشان برضو نخرج من حيرة سلبي وإيجابي، في ناس فاكرة إن سلبي يعني حاجة وحشة، لا أنا قصدي سلبي يبقى عكس السؤال، بدليل المثال التالت ده. Ask to the test للشوكولا، هل أنت تكره الشوكولاتة؟ أنت تكره الشوكولاتة؟ رد قال لي أنا بكره الشوكولاتة، كده الرد إيجابي، لأن الإجابة زي السؤال، هل أنت تكره الشوكولاتة؟ قال له أيوة أنا بكره الشوكولاتة، يبقى هرد بكلمة وي. لكن لما هنا بيقول له هل أنت تكره الشوكولاتة؟ فرد قال له جمل شوكولا، أنا بحب الشوكولاتة، يبقى كده يعتبر الرد سلبي بالنسبة للسؤال، السؤال كان فيه تكره والرد فيه بحب، يبقى ده كده عكس يعني سلبي، يبقى هجاوب بكلمة نو. طيب يلا بقى نحل. 2 كيلو دو بوم، 2 كيلو تفاح، ده يعمل كام؟ سافي كومبيا، كده بيسأل عن ايه؟ عن السعر. يبقى روح اختار كلمة كومبيا اللي معناها كام. هنا بقى بيقول لي جور صمنو، يوم نحن نكون، فبيسأل على اليوم، اي يوم نحن نكون، جور مذكر، يبقى اختار اني كلاية، ايوه التالتة بتاعت مفرد مذكر. لكن لو جور هنا كان فيها اس بمعنى ايام، يبقى ساعتها نروح نختار الاولى بتاعت جمع المذكر. طيب ايه لا فغي ريزون دو تون ديبار، هنا بيقول ما هي أو ما هو السبب الحقيقي لرحيلك؟ ديبار معناها الرحيل، لافغي معناها الحقيقي، غيزون معناها السبب. كلمة غيزون هي مؤنثة، لافغي حقيقة، فبيقول له ما هي حقيقة السبب بتاعة رحيلك؟ اختار أني ما، اختار المؤنثة كالتانية. طيب tu es allé au cinéma hier، أنت ذهبت إلى السينما أمس، ينفع اختار أين؟ أين أنت ذهبت إلى السينما؟ لا طبعا ما ينفعش، طول ما في مكان مذكور في السؤال اوعى تختار او اللي معناها أين، ما ينفعش. طب ينفع avec qui، مع من؟ مع من أنت ذهبت إلى السينما امبارح؟ اه طبعا هي دي الإجابة، التالتة معناها كي بمعنى من، وما ينفعش أقول من أنت ذهبت إلى السينما، لازم اختار avec qui، مع من. Tu vas au gymnase، أنت تذهب إلى صالة الألعاب البدنية، ينفع أقول أين؟ طول ما قلنا طول ما في مكان ما تختارش أين اللي معناها أو. طب ينفع كاسك، ماذا؟ ينفع أقول ماذا أنت تذهب إلى صالة الألعاب البدنية؟ لا ما ينفعش، يبقى الإجابة هي التالتة كون بمعنى متى، متى أنت تذهب إلى صالة الألعاب البدنية. Vas-tu faire au futur، أنت راح تعمل في المستقبل، هنا فيرب فير بمعنى يعمل، متصرف في زمن الفيوتشر بروش، قبله فيرب اللي في المضارع كمساعد، وانا لما بسأل في الفيوتشر بروش بحط المساعد هو اللي قبل الفاعل والمشط، يبقى فاتشو فير انت راح تعمل في المستقبل. ينفع اقول من، من انت راح تعمل في المستقبل؟ ما ينفعش. ماذا، ماذا انت راح تعمل في المستقبل؟ طبعا هي دي الاجابه، ما ينفعش اقول كوا اللي معناها لماذا، ما ينفعش اقول لماذا انت راح تعمل في المستقبل، يبقى لازم افهم معنى الجمله واكون حافظ معاني كلمات الاستفهام المحطوطه لي في الاختيارات عشان اعرف اختار الاجابه الصحيحه. هنا طبعا الاجابه ماذا. طيب دور من الساعات ترافاي تو، انت تعمل بارجور باليوم، هنا في من حرف جر دو اللي معناه من، بس عشان وراه كلمة اور الساعات بتبدأ بقشر متحركة، اضطر يشيل الاو بتاع الدو ويحط ابوستروف. مين بيجي قبل كلمة دو؟ كلمة كومبيان بمعنى كم، كم من الساعات انت بتعمل باليوم. ايه سات شميز يكون هذا القميص،
ينفع أقول ماذا يكون هذا القميص؟ لا، من ماذا؟ en quoi، كده بيسأل على المادة الخام، فتقول له القميص من القطن مثلا، يبقى en quoi est cette chemise، من ماذا يكون هذا القميص. et votre plat préféré، يكون طبقك المفضل، ينفع أقول من يكون طبقك المفضل؟ لا طبعا ما ينفعش، يبقى أنا عايز ما يكون. طب بس أني ما بقى، أني كلاية بتاعت مذكر ولا بتاعت المؤنث؟ يبقى بص بقى اللي بيسأل عليه، كلمة بلا بمعنى الطبق هي كلمة مذكر، ولو أنا ناسي بص مفضل بريفيري مفيش آخرها يقول تانيس، هتعرفك، يبقى هنا محتاج ما بتاعت مذكر الإجابة الأولى. vous allez en été، أنتم تذهبون في الصيف، ينفع أقول متى؟ متى أنتم تذهبون في الصيف؟ متى دي للزمن وهو يلي في الصيف، يبقى ما ينفعش. ينفع ماذا؟ ماذا أنتم تذهبون في الصيف؟ ملهاش معنى، يبقى الإجابة أين؟ أين أنتم تذهبون في الصيف؟ tu n'as pas fait ton devoir، أنت ما عملتش الواجب بتاعك. هنا فيرب فير في الباسي كومبوزي، قبله مساعد فيرب افوار في المضارع اللي هنشرحه قدام من شوية إن شاء الله، بس لما باجي انفي الفعل في الباسي كومبوزي بحط النو البا قبل وبعد المساعد اللي هو هنا فيرب افوار، وفي هنا اسم المفعول لفيرب فير، يبقى tu n'as pas fait، انت ما عملتش ton devoir، الواجب بتاعك. ينفع اقول ماذا؟ ماذا انت ما عملتش؟ ملهاش معنى طبعا، الاجابه pourquoi، لماذا انت لم تفعل الواجب. نوها انفويي ان كادو، نوها ارسلت هديه، هنا فيرب انفويي بمعنى يرسل، برضه متصرف في الباسي كومبوزي قبل مساعد افوار، يبقى نوها ارسلت هديه، يبقى الاجابه طبعا الى من؟ اكي، الى من نوها ارسلت هديه. tu reviens de Paris، انت تعود من باريس، فيرب revenir بمعنى يعود. طيب ينفع اقول من اين؟ من أين أنت تعود من باريس؟ ملاش معنى، ما هو قايل لي من باريس. أنت كنت تختار دو اللي معناها من أين لو ما فيش كلمة من باريس؟ من أين أنت تعود؟ دو تو ريفيان، لكن هنا هو مزود لي كلمة دو باري، فهنا أصبح ما ينفعش أختار من أين. طب ينفع متى؟ متى أنت تعود من باريس؟ أه طبعا ينفع، هي دي الإجابة. تو برومان تو افيك تي زامي، انت بتتفسح مع اصحابك، ينفع كي؟ من انت تتفسح؟ طول ما في انت في فاعل موجود يبقى مينفعش اختار من، هنا اختار كون، متى انت بتتفسح مع اصحابك. اي تون ادغس، يكون عنوانك، بالمناسبة كلمة ادغس هي كلمة مؤنثة عشان اخرها اس، قلنا قبل كده ال وات واس دي نهايات مؤنث، لكن طال اللي محطوطه لك دي محطوطه عشان تلخبطك عشان تروح تختار كال المذكر، لا هنا اختار كال المؤنثه لان كلمه ادرس مؤنثه. امال ليه حاطط تون؟ لان صفه الملكيه بتاعه المفرد مؤنث يبدا بمتحرك، ببدل بتاعه المؤنث بتاعه المذكر، ما ينفعش اقول تا ادرس بحط بدالها تون، يبقى هنا هختار الكلايه المؤنثه، كال اي تون ادرس، ما يكون عنوانك. جور أيام، هنا فيها أس، إيل تفي يعني يلزمك، سوري إيل تفو يعني يلزم، وتو معناها لك، يبقى إيل تفو معناها يلزمك، بور فينير سو بروجي، لكي تنهي هذا المشروع. طيب يبقى اختار كومبيان دو، كم من الأيام، كومبيان دو اللي بسأل بيها على الكمية، اللي لازم الاسم اللي وراها يكون مكتوب جمع آخره أس، ويكون حاف بدون أي محددات، ولا أداة نكرة ولا صفة إشارة ولا ملكية ولا للتعريف ولا أي حاجة، يبقى كم من الأيام يلزمك لكي تنهي هذا المشروع، يبقى الإجابة combien de. tu achètes، أنت بتشتري، au marché في السوق، ينفع اختار أين؟ ما هو إيه اللي في السوق. طب ينفع اختار كي؟ من؟ هقول من أنت تشتري؟ مفيش بني آدمين بتتباع، يبقى الإجابة كاسكو، ماذا؟ ماذا أنت تشتري في السوق؟ tes parents viennent، والديك يأتون، verb venir بمعنى يأتي، ما ينفعش اختار أين، اختار أختها اللي اسمها دو، من أين والديك يأتون؟ ta mère، أمك،
مي تضع دو سيل ملح دون لا سالاد في السلطة. ينفع اختار من كي من أمك تضع ملح في السلطة؟ لا. طب ينفع ماذا؟ ماذا مامتك تحط ملح في السلطة؟ ملهاش معنى. الإجابة هي اسك بمعنى هل. هل أمك تحط ملح في السلطة؟ فاميفو لا بورت دو لا شامبر. حضرتك بتقفل الباب بتاع الغرفة. ينفع ماذا؟ ماذا حضرتك تقفل باب الغرفة؟ ملهاش معنى. الإجابة بوركوا، لماذا حضرتك بتقفل باب الغرفة؟ دون سو ماجازان، في هذا المحل. تو فو اشيتي، أنت تريد أن تشتري ماذا؟ ينفع أقول أن تشتري أين؟ لا، عايز أقول تشتري ماذا، بس أني ماذا بقى؟ هو حاطط لي هنا اتنين ماذا، واحدة اسمها كو وواحدة اسمها كوا. أختار كو ولا كوا؟ طبعا أختار كوا، لأن كوا هي اللي بتتحط في آخر الجملة زي ما قلنا من شوية. سو تروف لا جار، توجد أو تقع محطة القطار. أول ما ألاقي كلمة سو تروف دي عمياني كده ما فكرش غير في كلمة أين، أو أين تقع أو أين توجد المحطة. فيرب كوتي اللي قلنا عليه من شوية بمعنى يكلف، اللي بسأل بيه عن السعر، ما بياخدش قبله أي كلمة استفهام غير كلمة كومبيان، كم يكلف، كومبيان كوت. veux-tu acheter pour le dîner، أنت تريد أن تشتري من أجل العشاء. veux بمعنى يريد، متقدم على الفاعل وبينه شرطة، والفعل التاني acheter محطوط في مصدره عشان في فعل أولاني متصرف. أنت تريد أن تشتري علشان العشاء، يبقى لازم أختار ماذا. ماذا أنت تريد أن تشتري؟ بس أني ماذا بقى؟ ك ولا كاسك ولا كوا؟ هنا حطيت لي التلاتة ماذا، والتلاتة بنفس المعنى، بس احنا قلنا كل واحدة ليها وضع. كلمة ك مرنة ولذيذة، ينفع وراها فعل وينفع وراها فاعل. كلمة كوا ما تجيش في بداية الجملة أبدا إلا لو قبليها حرف جر. هنا طبعا النقط في بداية الجملة ومفيش قبليها حرف جر، يبقى كوا ما تنفعش، يبقى كسك أختهم التالتة. هل ينفع أختارها؟ لأ، لقيت وراها فعل، وأنا قلت قبل كده إن كاسك ما يجيش وراها فعل، لازم وراها فاعل، يبقى الوحيدة اللي نفعت كو المرنة اللي بيجي وراها فاعل أو بيجي وراها فعل، يبقى كو فو تو أشيتي، ماذا أنت تريد أن تشتري؟ بو ريبوندر أ سيت كيستيون، يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. هل هنا في فاعل في الجملة؟ لغاية دلوقتي ما شفناش ولا فعل. بو يستطيع ده فعل، ريبوندر ده فعل تاني بمعنى يجيب، على ده حرف جر سات كيستيون ده المفعول هذا السؤال. يبقى منياني اختار كلمة من كي، من يستطيع ان يجيب على هذا السؤال؟ ما ينفعش اقول متى ولا ينفع اقول ماذا. sont vos projets de vacances، يكون مشاريع حضرتك للأجازات. هنا عايز الكلات اللي معناها ما أو أي. ينفع أقول ما يكون مشاريعك للأجازات فاختار ما بتاعت مفرد مذكر؟ لا، هو يلي مشاريع جمع فيها أس، وكلمة بروجي هي حاجة خيرة اي او تي، زي مثلا براسولي الإسورة، بروجي المشروع، دي نهاية مذكر بس كمان فيها أس، يبقى جمع مذكر، يبقى اختار الكلاية بتاعت جمع المذكر. آ حرف جر نقط، غيزون تو تشو أنت تقدم تيزامي أصدقائك. ينفع أقول أ كو كل معناها ماذا؟ إلى ماذا أنت تقدم أصدقائك؟ لا، وطبعا التالتة برضو معناها ماذا، ما تنفعش، يبقى الإجابة كي، إلى من، إلى من أنت تقدم أصدقائك. فوتو صور، vous allez choisir حضرتك راح تختار. فوتو صورة، دي كلمة مؤنثة وفيها أس كمان، يبقى جمع مؤنث، يبقى أنا عايز كل بتاعت جمع المؤنث. نخش بقى على نو وي وسي. أدي شكل السؤال في الامتحان. tu veux aller au cinéma، أنت تريد أن تذهب إلى السينما. ده سؤال بمعنى هل. هل أنت تريد أن تذهب إلى السينما؟ بص رد عليه قال له إيه؟ قال له pourquoi pas، وليه لا. طيب معنى كده انه رايح، يعني كده الرد ايجابي، يبقى لازم اجاوب بكلمه وي
اللي معناها نعم. السؤال اللي بعده: Tu n'as pas peur du chien؟ أنت لا تشعر بالخوف من الكلب؟ طيب رد قال له إيه؟ Je l'aime beaucoup، أحبه كثيرا. طيب حد هيقول لي هو الرد ده كده إيجابي ولا سلبي؟ ده في حاجة حلوة أهو، أحبه كثيرا، يبقى ده كده رد إيجابي؟ لا، ده كده رد سلبي، لأن السؤال كان فيه يشعر بالخوف، يشعر بالخوف دي حاجة وحشة، وعكسها أحبه كثيرا دي حاجة حلوة. طول ما الرد عكس السؤال يبقى ده اسمه رد سلبي، يبقى لازم أجاوب بلأ، يعني الإجابة هي نو، الإجابة نو، لأ. هتقولي طب ما في نو با، اعتبرهم مش موجودين، احنا قلنا تخبي النو البا وتجاوب السؤال على انه مثبت مش منفي، ترجمه على انه مثبت. انا لو شلت النو والبا هنا هيبقى معنى السؤال ايه؟ هل انت تشعر بالخوف من الكلب؟ وهو رد قال له انا احبه كثيرا، يعني ما بيخافش، يعني الرد سلبي، يبقى لازم اجاوب بلا نو. طيب نشوف السؤال اللي بعده: فو نيمي با لو با، حضرتك ما بتحبش العيش او انتوا ما بتحبوش العيش. طيب خليها بتحبه، خبي النو البا. طيب انتوا بتحبوا العيش؟ فرد قال له ايه؟ نحن نحبه كثيرا، نو ليمون بوكو. الرد كده بالنسبة للسؤال هو رد ايجابي، هنا كان في فيرب ايمي يحب، والرد هنا برضو في فيرب ايمي يحب، يبقى ده كده رد ايجابي. طيب طالما الرد ايجابي يبقى هجاوب بحاجتين، يا اما وي يا اما سي، وي بمعنى نعم وسي بمعنى بلى. طب اختار بقى وي ولا سي؟ هرفع ايدي عن النو والبا وافتكر ان كان السؤال منفي، يبقى هبدل الوي بكلمه سي، لكن لو ما كانش هنا في نو با كنت اختار ساعتها وي، لان الرد ايجابي. اخر سؤال: tu ne fais pas de sport، انت مش بتمارس الرياضه، هنا في نو با، خبي النو والبا وكانهم مش موجودين، ترجم بقى السؤال: انت بتمارس الرياضه؟ قال له ايه؟ je n'aime pas le sport، ما بحبش الرياضه. كده الرد يا شباب، كده الرد سلبي، مش بحب الرياضه، الرد عكس السؤال، يبقى لازم الإجابة تكون بكلمة نو، حتى لو كان السؤال فيه نو با ما تفرقش. عند الرد السلبي يعني الرد عكس السؤال، ما تفرقش سواء كان السؤال مثبت أو منفي، في نو با أو ما فيهوش، بتفرق بس في الرد الإيجابي. لو الرد إيجابي زي السؤال اللي فات ده، أنتوا ما بتحبوش العيش، رد قال له إحنا بنحب العيش، هنا الرد إيجابي، يبقى جاوب يا اما بوي يا اما بسي. لو في نو با احط سي، مفيش نو با احط بدالها وي. وبكده تنتهي مراجعتنا النهارده، قوموا بقى افطروا يا اولاد المحظوظه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع درس جديد من دروس الجرامر. سلام عليكم.